يقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. الله يا أخويا، طب السؤال حلاوة إيه؟ أي نوع من الحلاوة؟ هل حلاوة عسلية؟ هل حلاوة شكف؟ هل حلاوة برغيط؟ إيه حكاية اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني دياتي؟ ومين اللي بناه؟ يا سيدي قال لك القاهرة، حكاية مدينة القاهرة. القاهرة قال لك المعز لدين الله الفاطمي، الدولة الفاطمية قامت في بلاد المغرب، فالمعز لدين الله الفاطمي عايز يروح مصر، فبعد جوهر الصقلي استولى على مصر، تمام؟ فجي جوهر الصقلي راح باني مدينة سنة 969، تمام، راح بني المدينة كده وهندسها وبتاعه وخيول ودنيا وحركات وحاجات زي الفل، تمام التمام. وراح بعدها بسنة راح عامل الجامع الأزهر سنة 970، وراح جه بقى إيه المعز لدين الله الفاطمي، راح جاي مصر شاف المدينة انبهر وعجبته وراح مسمينها إيه القاهرة. قال لك القاهرة عشان تقهر كل الأعداء، مفيش حد يقدر عليها أبدا، هنا القاهرة الطاهرة الساحرة. وبقيت بقى القاهرة مدينة الألف مئذنة والعظمة والتاريخ. أتاري بقى إيه؟ فتك في الحكاية يا معلم، أتاري جوهر الصقلي ده أبوه كان حلواني؟ فهو احنا محدش التاريخ ما قالناش حلواني ايه ولا بتاع، ما جه من صقلية وبتاع، فاحنا ما نعرفش كان حلواني ايه، كان حلاوة بيعمل حلاوة مثلا غزل للبنات ولا، احنا ما لناش دعوة. المهم دي الحكاية بتاعت ايه، اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. والله العظيم حلوة الحلوات مصر يا جماعة، احنا ما نقدرش نحكي عن مصر، ما اذا كان القرآن الكريم اللي المنزل كتاب الله المنزل على رسوله بيحكي عن مصر، هنيجي احنا ونحكي عن مصر؟ مصر تتحدث عن نفسها، مصر جت في الاول وبعدين جه التاريخ اتكتب بعد كده. فدي حكاية القاهرة اللي هي كانت مدينة جد كده صغيرة بناها واحد فقط، وبيجت النهاردة القاهرة فيها حوالي 30 مليون، بيجي فيها ناس من الصعيد من عندنا وناس من اسماعيلية ومن السويس ومن وجه بحر، وبيجت هي المصفى اللي كل الناس عم تروح فيها. تروح مصر كانوا زمان لما نروح القاهرة كده يقول لك خد بالك دي القاهرة ديات مش عارف ايه الناس دلوقتي القاهرة يعني إيه؟ فانا عايزكم تروحوا القاهرة، تشوفوا القاهرة، سحر القاهرة، مدينة الالف مئذنة، عظمة القاهرة، نهر النيل اللي في القاهرة، تاخد مركب كده وتنزل في النيل كده وتقعد كده كأنك انت جوهر الصقلي او كأنك انت المعز لدين الله الفاطمي. دي حكاية اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، وعشان كده مصر يا اولاد، مصر يا اولاد حلوة الحلوات، شيروها فورا واعملوا ديو معاها وشكرا.